يفترض كان انه يحصل على الاقل تغيير جزئي. اللي حصل انه بال 2021 وال 2022 شكلت حكومه من لون واحد من الاطار صح. حصرا واستحوذ على الدوله تحالف واحد اللي هو تحالف اداره الدوله وائتلاف اداره الدوله، وكانه ال 2019 والاحتجاج العنيف كان احتجاج جزء من عنده سلمي ولكن جزء من عنده احتجاج عنيف ومصادمات وقتلى في الصفوف الامنيه وفي صفوف الشباب، ومع ذلك الديناصورات او الحرس القديم عاد للمشهد بشكل وباخر واستحوذ على السلطه استحواذ تام. لذلك هو الخلل وين كان؟ الخلل وين كان؟ قفز السؤال ما الجدوى من المشاركه إذن؟ اذا تضحيات وتشرين وقانون تغير ومجلس مفوضيه تغير ودخلت كتل سياسيه جديده ومع ذلك استحوذ الحرس القديم، اذا ما الجدوى من المشاركه؟ هو الخلل هنا وين؟ لذلك الخلل بالمجتمع لو بالمنظومه اللي صعدت بعد تشرين، بدليل المجتمع صعد لك 40 او اكثر من 40 43 نائب بالمعادله السياسيه، خلينا نقول 30 جيد. المجتمع قدم لك رقم مهم بمجلس النواب. المجتمع عنده خلل، ما اريد اقول انه ماكو يعني ابرئ ساحه الشعب نهائيا، اقول الشعب ما عنده خلل تام لانه راح نحكي عن المعارضه، المعارضه هي حلقات متكامله سياسيه برلمانيه شعبيه، اذا هاي واحده من الحلقات راح تكون ضعيفه اذا فقدت. بس بشكل عام لا، المؤسس للسلطه المستحوذ على السلطه بالمال والسلاح والاعلام وكل شيء هو الـ يعني المشكله الحقيقيه به. اللي انت مثلا تيار كبير مثل التيار الصدري 74 مقعد عنده وجهه نظر مثلا يقول لك انا اريد حكومه اغلبيه وطنيه ويروح يسوي تحالف ومع ذلك ما قادر يوصل الى عتبه ال 200 تبقى الحكومه سنه كامله ما مشكله ومجلس النواب سنه كامله معطل لانه ما قادرين يوصلون ال 200 ومع ذلك ينسحب التيار الصدري ويرجع القابضين على السلطه بمشهد اخر استحواذ